طبعا. طيب وانت صغير كان نفسك تطلع كده ولا كان نفسك تطلع حاجة تانية؟ عارفة بتوع ناشونال جيوغرافيك اللي هم بيمشوا ورا الحيوانات ويصوروهم أو دكتور بيطري، الحاجتين دول أي حاجة ليها علاقة بالحيوانات كان نفسي أعملها. مين أول كلب في حياتك؟ كان اسمه، هتلاقي اسمه كليشيه، أو كان اسمه روي، كان أبويا اللي جايبه لي عشان أبويا كان بيحب صالح سليم قوي، فكان جاب كلب وسماه روي. طيب تعرف تقول روي ورا لوري عشان مرات بسرعة ورا بعض؟ روي ولا روري؟ روي ولا روري؟ روي ولا روري؟ لا أو روي يعني ولا روري؟ عايزينها مرة واحدة صح. ماشي. واحد روي ولا رو روي ورا رول مش عارف. روي ورا لوري، روي ورا رولي، روي ورا لولي، والله ما قوليها انت كده. طيب انا منتظره. روي ورا لوري، روي ورا لوري، روي ورا لوري، روي ورا لوري اهو. طب ومين اخر عضو في جنينه حيواناتك؟ زيزي حبيبتي دي، بنتي دي، نفرح بيها بقى ونجيب لها بطوط. ها ها ها. طنط زيزي بقى علاقتها ايه بطنط هنا؟ بيغيروا من بعض جدا والله. زيزي اصلا لو انا ماسك ايد هنا بتبقى متجننه، عايزانا اسيب ايديها. هنا مره ده قريب من شهر او حاجه، لقيت هنا بتعيط في الاوضه والله مش بقول اي كلام، فدخلت افتكرت حاجه حصلت، قالت لي انا بجد بقيت اتضايق من موضوع زيزي ده، انت قاعد معاها طول الوقت وسايبني وبتلعبوا مع بعض، لقيتها بتتكلم بجد جدا، فانا خفت على نفسي لان دي مضطربه نفسيا اكيد اللي غيرانه منك. خدناها هي كمان. ايوه طبعا. طب ايه الحاجه اللي زيزي اخذتها منك؟ هي بتمشي على طول منكوشه في البيت، يعني اليوركشايرز دايما بيبقى شعرهم ناعم، وهي على طول مبهدله كده وبتستحمى قليل، يعني برضو دي حاجه، دي برضو حاجه واخدها منك. انا بحب المايه جدا بس ما بحبش الحومه، يعني بحب انزل البول البحر بس الحومه لما توسخ يعني. اتمنى تكون بقى عملت دش النهارده قبل ما تيجي. لا لا استحميت والله. هل ممكن توصف لنا الكلاب صحابك بصفاتهم اخدوها من صحابهم؟ بص انا مقتنع فعلا ان الكلاب بتاخد صفات صاحبها، يعني ايمن عباس مثلا مش هتلاقي كل الناس عارفاه، هو فوتوجرافر، كلابه بتحب البنات جدا، يعني لما تلاقي اي بنت جايه كلبه بيحبها جدا. اسر ياسين كلبه اعتقد بيتكلم انجليزي، يعني اعتقد لو اتكلمت معاه هتلاقيه بيتكلم انجليزي. ممكن احمد السقا كلابه جدعان جدا، يعني لو كلمتهم في اي وقت هيجولك. طيب